شاء الله صحة وهنا منور خانو. إذا بتطلعي صوت بدي أبرك بأرضك. يستر على حريمك، لا تساوي لي شيء. أنا مرة شريفة وعلى باب الله. أول باشتان أنا ما عندي حريم لحتى نستر عليهم. ثاني باشتان شيت أنا شريفة خوش أفا النهر بيشهد عليكي وعلى سلامي. والله كذب، والله كذب. هيك أنا مرة أرملة. كني هلأ كني إن شاء الله يا أخي. حكاية أفا النهر هذا كله كذب من سلامي. هلأ شو بدنا بسلامي؟ خلينا نظبط حالنا وياكي. طيب طيب، معك مصاري؟ مصاري؟ عيوني. اطلع ولا بلم عليك اهل الحارة. يلا اطلع من هون. خوفتيني والله، تعبتي. خوفتيني خوفتيني. رح اعملها تحتي، رح اعملها تحتي. ان شاء الله ان شاء الله بلا بفيق ابني ان شاء الله. وانت قلتي احسن ما يفيق صغير. ارجيني لشو ليك شلون نايم مثل الملائكة عم السي، ما حدا بيحس على حدا. بعدين تعي لأهلي. ليش طلقك سلامي؟ اه؟ لأنه ما أنا رجال. طلقني مشان ما يفضح حاله. صلاة محمد؟ والله والله ما أنا رجال. لا ما أنا رجال؟ مشان الله اطلع. والله سمع. ايه ماني طالع. ليك بالحرام ما رح تمس شعره مني، والا والله العظيم بلم عليك اهل الحاره. ايوه ان شاء الله اطلع. طيب بالحلال؟ بالحلال روح لك روح. طيب شوفي يا بنت الناس، انا هلا تيني رح اطلع، بس بكره راجع بنبقى بنتفاهم. يقبرني اللي خلقك. أقول يا الله. لك بلا خبزة، بلا خبزة. لحمة هاي حرق أخت اللحمة. جاعي. ما قلت لي شلون كان وشه لأخوك لما شافك بالكبارية؟ فات لابس وشه بالمقلوب. كل ما يشوفني بلبس وشه بالمقلوب. بعدين لك بصردية أنا شو ناصي أنا؟ ليش ما عددني من الكبارية يعني؟ أمال والله سيد الكبارية، بس بدك ترجع على الحمام معلم سلامي. ها إيه لك أنا نرجع لك، بدك ما مشتلو علينا ترجع على الأميم كمان. أيوة بس إن كأنه بيت أبو عبدو ما حسوا لسه. رجع عمره إن شاء الله ما يحسوا، بدك كانوا يحسوا. حتى لو حسوا ما في مشكلة، في مشكلة. قولتك لا دخلنا ولا خرجنا. لك سلامي مالك ناوي تشنكشها لمرتها؟ مين مرتي؟ اللي طلقتها. حكيتها لابو سرد اللي بتعيدها مرة ثانية. عمرو تاكل لك بصلي؟ ها ينسى انا يعلم علي هيك صوص. لك روي بقى، لك شبك مزيز. اعمل مثل ما عم اقول لك، جبران خاطرك عندي. خلصنا جبران خاطري؟ وشلون بدك تجبر لي خاطري؟ لك مو لعيونك. سيك رشادية؟ رشادية بحالة منيحة. مشي خلص منت علينا. خلصنا طنشتي يا سيدي بقى. الله يرضى عليك طنشتي. منت علينا والله. لساتك عم تروح لعندها؟ شو رأيك انت؟ والله يا عمي ما حدا قدك. الأيام جاي، الأيام جاي لك أبو سردي جاي، ولحنشوف مين المعلم بيناتنا.
ما علي انت وحده بتحكي دغري. بالله شلون عرفت؟ سلامي عميش لي عليكي هالندل الواطي. هلا شوفي شيت انه واطي واطي. ايه وانت خلاص يعني سكتت له رضيان؟ لا ما رضي. شلون بدي ارضى؟ وشو رح تعمل معه؟ هلا شو بدنا بسلامي؟ خلينا بحالنا لك النواب. أبو سردة إذا بدك يعني بالحلال، وإلا والله والله بتبح حالي. ها لك إبروني هالشعر. إيه لك شو بنا بالحلال؟ إيش لون بالحلال؟ وسلامي عمشتي عليكي وأبصر لمين بيكون حاكي. أنت ما عم تقول سلامي عمشتي علي؟ أحطه عند حده ولا مانك رجال؟ مو خسار أسيد رجال كمان، بس يعني اطلع عليك صيت لك نواه. انت شو عرفك؟ سلامي وبعرفه. معناتها خلص ما في شي بيني وبينك. شلون؟ مثل ما عم قلك. لك نواه انا بدي اياكي. لك بدي اياكي والله. بدك ياني تعمل اللي بقلك عليه. لعيونك كرمال عين تكرم مرش عيون. اتفقنا. سيك جواد لك اخذ لك لحسي. لك منيحة بتروي. لك شو التوبة بس هيك 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 عسنانك هيك 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 هيك. طب غني لنا. اوه انت واحد سبعاوي سبست تكون على كيفك. هلا شوف لك انت. ايه علي جيري عليك صوت غير شكل. قول 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 قول. امان 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 نديم. عجبتك هاي؟ على راسي. ما بتزبط لك منور. ما بتزبط بالقهوة. ايه بالقهوة. لك شلون بدي افضحه بالقهوة؟ ما بتزبط. اقول مانك خرج. مو خسا اخرج وستين خرج كمان. بس بيني وبينك الك عندي شغلة تانية. هلا انا بدي اياك تفضحه وانت جاي تقلي لي عندك شغله تانية. يو سلامي عنده مصاري بالبيت، روح جيبيهم. سلامي عنده مصاري بالبيت. لك مثل ما عم قلي لك امن له سلامي المصاري منتوف وشحاد وعايف حاله. سلامي اخذ مصاري من اخوه ابو شريف وحطته عنده بالبيت، روحي جيبيهم خلينا نشتغل فيهم انا وياكي. متاكد؟ لك مثل ما لي شايفك ريتهم يقبروني على عيونهم. نوار مطولين نحن على الحالة؟ هيك بدنا نقضيها على الدرج؟ قلت لك بالحلال. شوفيها إذا بتلعبي معي بقبرك بقبرك والله. هلأ خلينا نخلص من قصة سلامة ومنحكي. يابا روح روح. لك يقبرني في الوجه. ايه امي جيت. عدلك عمو العمى ان شاء الله بتموت وطيق يا سلام. امن لك كل هالمصاري؟ معقول يكون أخو أبو شريف عطياه؟ ليكون هو اللي سرق مطمورة أبو عبدو الخضري وأبو سردة عاونوا فيه. سلامة وأبو سردة حرامية؟ إيه؟ شو علي يا سلامة؟ لسه لسه والله لأفضحك. السلام ورحمة الله وبركاته. عندك شعر كبير يا شيخي. لك هلا عم تطلب انت والعرقسوس. السلام عليكم. يا بسردي شايفك قاعد؟ اي والله قاعد مرني كمان. لك سلام. ايه ده بناخذ دكاني بقى؟
ما عجبتني شغل الدكاني هاي من الاخير. بقى شو بدنا نعمل؟ لبقان نافوخي فكرة حمام. حمام ايه انت عم حاكيك نطلع فيني هيك نفتح حمام. حمام؟ حمام هيك مثلها؟ واحسن كمان. ايوه شركة؟ او شركة سبري بسبرك. ايوه ايه شو علي؟ حلوة والله جاهز انا. خلاص صار. بس لك شو بدنا نقول للعالم؟ لك شو بدنا نقول؟ كري كرينا حمام كري 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 خلاص صار كري كري بحل عيونك معناتها وينا؟ انا فايد اخذ ليتم. ايه بس خفة هلا بيجي حسين. تعال سطيف. اهلين ابن عمي. الكشكي صخني لي كشكي على عيني. شو ابي خلصنا جهاز؟ ايه ابي خلصت. ايه الله يتمم بخير. يا بي يا بي اجت لعنا منور. شو هاد؟ قال نسيان تلك مهدمة. ايه ايه راحت ما لقيت شي. تعالك ليه؟ تعالك منور يا حرامية. تعالك صلاة. تعالي كشفتك. يا عالم يا ناس الحقوني سلامة بده يفوت لعندي الحقوني لك ان شاء الله. تعالي يا سلامة يا ناس الملع تعالي يا عالم يا ناس الحقوني يا يا ناس انا بوجهي يا وطي ملا يا وطي. شو في يا اختي؟ لك هذا النادل السلامة بعد ما طلعني جاي بده يفوت لعندي. قوم بحاول ولا يهمك يا ما بكره بتشوفي شو راح اعمل فيه بالحارة. لا تؤمرني انت خليك بشغلك دبارو عندي. هذا المعبورين انتو وانا عم دور عليكم. مين ضرب على قلبه وفتح الباب للمنور؟ مين؟ انا. انت خلصي روحي هيك. مين فتح الباب ليه؟ انت ولا هي؟ انا. طول بالك يا عمي. والله شو والله لقيم ايامي تبعك. والله لقيم ايامتك. ولك عرفتي شو عملت فينا هاي؟ عرفتي شو عملت فينا؟ الله يسعدك خير وما عرفت بالخير. ولك سرقت المصاري اللي اعطانا اياه وعملك يخرب بيتك. عرفتي شو سويت؟ السلام عليكم اختي. عليكم السلام، اهلين اختي. انا ام عمر، وجاي اشكي لك على السلامة. شو عملت؟ الله وكيلك يا عم اختار، من وقت ما طلقني وهو يوم لا بيجي بدق علي الباب، وانا مرة وحدانية بصير هيك؟ أعوذ بالله. الله يخليك يا عم اختار تشوف لي صرفة معه بقى. طيب روح على الكركون. يوم لحالي بدي روح على الكركون؟ ايوه روح معي. هالواطي الندل عديم الناموس. الله يجزيك الخير. اي جيتي من الكركون؟ رحتي على الكركون لحالك؟ لا راح معي المختار. لحالي شو بدي ساوي؟ اذا سكتت بده يتمادى بقى خليني احكي. يخرب بيته من حاله. شو صاير له طقاله على الاخر هذا سلامه؟ لك ما عاد عنده ناموس منوب؟ انا بعرف بقى خالتي الله يوفقك بركي بتخلي عمي ابو شريف يحاكي اخوه لانه مو معقول هيك. قلت لك حفضحني رح يفضحني. لا تاكلي هم منور هلا بس يجي ابو شريف بحكي له. يا الله يوفقك. جارك يا دنيا هدني وخلى لحالي حال هامت دموعي هامت دموعي. عمي عمي ايه شو عامل مع طليقتك؟ مختار عاوزة. شو اخذني لعندها؟ رحنا لعندها المخلوعة بدنا نعطيها النفاشي الشهر ونفتها ما بيصير تعطيها اياها الا بنصاص الليالي. لك ما بتستاهل حالك انت يا عبد الشوم عليك يا عبد الشوم. بس ما طلع عرض عليك ها؟
لا تكبر بالحكي معي. لا سيدي بدي كبر بالحكي، ولكن المرأة ما لها غير رب العالمين وأهل حارتها، وإذا ناوي تستفرد فيها بتكون غلطت. عم تفهم؟ أعوذ بالله على الحكي. لك يا شباك أبو عصمات انبحت عليك مثل أباوي. بدي أحكي وشو ما بدك أعمل؟ وإذا كان فكر حالك ممكن أخوك اللي بالحكم دارية يشفع لك بتكون غلطان كتير، وساعتها بدي وصلها لقصر الوالي. عم تفهم؟ كل شيء إلا العرض والشرف. لك سلامة العرض والشرف. أوعك. لك ما حكينا شيء والله لحبيدك، ما حكينا شيء. بس انت وين راح فكرك؟ ان شاء الله فكر رحت لعندها يعني مشان اللي بالي بالك. بدك تدفع لها نفقة بنصاص الليالي.